السلام عليكم، تابع قناة ايزي ايرن. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهاردة المسابقات اللي انا قلتلكوا عليها، مسابقات بشكل يومي ومسابقات بشكل اسبوعي. اول حاجة بشكل يومي هبعت 10 روبل لشخص. احنا طبعا بننزل فيديوهين في اليوم، فالفيديو الاولاني هيكون في المسابقة وشرح الموقع، بتسي بعنوان محفظة الباير بتاعتك. والفيديو اللي بعديه بختار واحد عشوائي الموقع، اللي بيختار ابعت له ال10 روبل زائد شروحات الموقع زي ما قلنا. الفترة اللي جاية ان شاء الله هنعمل كورسات لربح الروبل، اهم المواقع لربح الروبل وازاي تقدر تكسب منها، مواقع مجانية جدا وتعمل منها مبالغ كويسة. نروح بقى، عندنا النهاردة موقع لربح البيتكوين، موقع ممتاز ممتاز ممتاز، تقدر تعمل منه البيتكوين بسهولة جدا. بس كان عندنا كومنت، فواحد محفظة الفوس باي مش عارف هي ايه. اول حاجة انت بتسجل في اي محفظة بيتكوين، كوين بيز، بلوك تشين، طبعا احسنهم البلوك تشين دي فيها بيتكوين وسيريوم. وبعد ما بتسجل فيها بتيجي عند محفظة الفوس باي وبتدوس على ساين اب، بيظهر لك الصفحة دي، بتكتب اليوزر نيم والايميل بتاعك والباسورد، بتعيد الباسورد مرة تانية، تعلم علامة صح وتحل كود الكابتشا، بعتلك رسالة على الايميل تأكيد، بتروح تأكد، هندوس على لوج ان عشان احنا معانا حساب، او بنكتب اليوزر بتاعنا والباسورد ونحل الكابتشا. الفكرة بقى ان المحفظة دي عبارة عن محفظة مصغرة يعني، او المحفظة دي في قلبها مواقع، فبتقدر تسحب منها بشكل مباشر. فأول حاجة بتروح على لينك ادرس، بعد ما بتدوس عليها بيفتح لك الصفحة دي، بتجيب بقى انت عنوان محفظة البلوكتشين بتاعتك وتحطه في الادرس هنا، تختار طبعا البيتكوين وتدوس على اللينك، بيتضاف معاك بالشكل ده. تقدر تحط اثيريوم ولايت كوين، طبعا انت عندك خيارات كتير، تختار المحفظة. دلوقتي انت بقى معاك العنوان ده، بتروح على المواقع موقع زي مثلا مشروح قبل كده في القناة وقال ان هي بتدعم الفوس باي، سحب عليها مباشر، بتروح تشتغل بالعنوان دون، وطبعا السحب بيوصلك على طول في المحفظة دي، وانت بتقدر تسحب منها بتدوس على ويزدرو بعد ما بتجمع من مواقع كتير جدا. طبعا عشان مش هينفع تشتغل على موقع واحد بس، بيقولك ان السحب بيوصل في 4 ساعات، تختار لون المحفظة وعايز تسحب قد ايه، تقوله بتدوس على ويزدرو، السحب بيوصل معاك. دي كانت محفظة الفوس باي. نروح بقى للموقع بتاعنا بتاع النهاردة، موقع اسمه فوس كريبتو. أول حاجة عشان تسجل في الموقع دون، هتلاقي فوق هنا الداشبورد، هتدوس عليها هيفتح لك الصفحة دي، هتدوس على ريجستير، طبعا انت لسه مش هيكون عندك مكتوب حاجة، تكتب اليوزر نيم بتاعك والايميل والباسورد، بتعيد الباسورد مرة تانية وبتدوس على ريجستير، بيجيلك رسالة على الجيميل بتفعل كده، بتيجي هنا بتكتب الايميل بتاعك واللوج ان وبتدوس على لوج، هيحولك دلوقتي على الداشبورد بتاعتك في الموقع. موقع ممتاز جدا الصراحة، ما شفته عجبني حبيت اشرحه لكم. اهو ادي الموقع بيفتح معاك بالمنظر ده. اول ما بتفتح في الموقع بيقولك ان انت هنا عندك مراحل على حسب طبعا شغلك في الموقع، لك انت عندك 35 تاسك النهاردة، انا طبعا لسه مسجل فيه فعمل تاسك واحد، وعندك كوين 13 كوين، وبيبقى مكتوب ان الكوين دي بتحولها لبيتكوين، كل طبعا 2.5 كوين بيساوي 1 ساتوشي. عندك حاجة اسمها الديالي بونص، بتدوس عليها حولك لصفحة تانية، فهنرجع للصفحة الرئيسية، لا يحمل معانا او يو دونت هاف كباتشا، بيقولك هتحل الكباتشا، هتستنى تحت بيعد معانا 10 ثواني. موقع ده ممتاز وياريت تستغلوه، السحب فيه مش مبالغ كبيرة، السحب مبالغ صغيرة. كلايم اتشيفمنت، اهو جالي ان انا خدت الكوين بتوعي، معايا 1 achievement. هنلاقي فوق ان بقى معايا 48 كوين اللي هما بيساوي 18 ساتوشي. دي كان اول حاجة من الموقع،
هنرجع تاني للصفحة بتاعتنا الداشبورد. دي كانت الكلايم، طبعا دي مرة كل 24 ساعة. عندك حاجة بقى اسمها الفوسيت، مرة كل 40 دقيقة، هتلاقيها هنا اهي. هندوس على جيت ريورد، نفس الفكرة بالظبط، بيحولك لموقع بيدي معاك 10 ثواني اهو، كل 40 دقيقة تقدر تاخدها. الموقع فيه طرق ربح كتير جدا، مش طريقة ولا اتنين. هندوس على جيت ريورد اهو، جالنا تحت ان احنا خدنا 19 كوين. دي كده كان اول طريقتين الموقع، وان احنا عملنا 2 تاسك. هندوس على شورت لينك، هنلاقيها في القائمة اللي في الجنب هنا، بيظهر لنا مواقع زي دي، كل دي طبعا مواقع اختصار روابط. الموقع تقدر تخش عليه اكتر من مرة، في مواقع 6 مرات، 7 مرات، مرة واحدة على حسب. لكن الموقع ده بتاخد منه 13 كوين. بتدوس على complete link، هيفتح معاك موقع اختصار روابط. احنا بس هنبين، هتلاقيه بيعد معاك. هندوس على جريت لينك، هيحولك للينك اختصار الرابط. اختصار الرابط ده بيقول لك شو تايم، فكليك هير. هندوس هنا، هنلاقيه بيعد معانا. بعد ما خلص حد، هندوس على كونتينيو، افتح لنا بقى رقم 2، برضو نفس الفكرة بالظبط. ندوس على كليك هير، هتستنى 6 ثواني. ادي كده خلص معانا، هندوس على كونتينيو، رجعنا للموقع تاني، وجاب لنا تحت ان احنا خدنا البونص اهو. دي كده اختصار رابط، تقدر تجمع طبعا مبالغ هنا كويسة. وعندنا الإعلانات البي تي سي ات، أول ما بتدوس عليها بيظهر لنا المنظر ده. أدي هو بيقول لك مثلا فيزيت ويب سايت، وهتاخد 11.5 كوين. هنستنى، هيظهر معانا بيعد معانا تحت، 3 2 1 فيزيت ويب سايت، هيوديك للويب سايت. طبعا انا بقول مش موقع واحد هتقدر تجمع منه مبالغ كبيرة، بس انت لو اشتغلت على كل المواقع، احنا دلوقتي منزلين حوالي 10 مواقع، لو اشتغلت معاهم مع بعض هتلاقي انت في اليوم الواحد بتعمل منهم مبالغ كويسة جدا. او فوق هنا بيعد معانا، هندوس على كونتينيو، هو كده ودانا للموقع بتاع اللايت كوين، هو معمل له اعلان. فهنرجع تاني الصفحة الرئيسية بتاعتنا، لو عملنا فيش هم اتضافوا اهو، اتضافوا 11.5 كوين، تقدر تشتغل عليها. بالنسبة بقى للسحب، فانت بتدوس على ويزدرو اللي في القايمة هنا، برضو هتلاقي ان الحد الأدنى للسحب هو 91 ساتوشي، طبعا مبلغ قليل جدا. يقولك على حسب انت عايز تسحب على عملة رقمية، يعني عملة رقمية. لو اخترنا البيتكوين، هو هنا بيقولك طبعا على حسب كل عملة هيكون كام. لو اخترنا البيتكوين، هتختار هنا انت عايز تسحب على الفوسيت باي، وهتكتب انت عايز تسحب كام. بيقولك ان الحد الأدنى هو 250 كوين. طبعا هو هنا بيقولك الحد الأقصى يعني 562 ساتوشي في اليوم. لا، ما انت لو اشتغلت على الموقع هتلاقي ان الليفل معاك بيزيد، فالحد الأدنى بيزيد. بتحل الكباتشة عادي جدا، وبتدوس على ويزدرو بيسحب معاك. طبعا انت لازم تحط في الاعدادات الاول عنوان المحفظة بتاعتك بتاعة البيتكوين، مش العنوان. هنا بتكتب الايميل اللي هو اللي انت مسجل بيه في الفوسيب باي، الجيميل اللي انت مسجل بيه. بس كده كان معانا موقعنا النهاردة، وزي ما قلت لكم المسابقات، ويعني ابتدوا بالفيديو دون، سيبوا عنوان محفظة الباير، ما تنساش
بدي اعمل فيديو ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.